ممل جدا، لا أدري ماذا أفعل. تفقد سرعة نبض قلبك. ما الأمر؟ أتريد التسكع؟ التسكع؟ علي الذهاب إلى العمل، هل سمعت بذلك؟ كيف تفعل هذا؟ سأجن إن جلست من دون القيام بشيء طوال اليوم. اسمع، لا تفتح لي الباب. سأتصل بلولا. مرحبا، هذه لولا. إما أنني لست في مكتبي أو أكون في اجتماع. انتظر، غير صحيح، ليس لدي مكتب ولم أحضر يوما اجتماعا، لكنني أقوم بشيء ممتع. قد أكون في متجر أجهزة الكمبيوتر أو أنقذ حياة شخص أو أراقب الحيتان، أو ربما الحيتان تراقبني. أوه لا، ربما. سأذهب إلى الحمام، هل لا تعبئ الوقود؟ نعم نعم نعم. أتمانع عدم تناول الطعام؟ غسلت السيارة طوا وسأبقيها نظيفة. باركي أرجوك، أنا لست صغيرا، لن أوسخ لك السيارة طبعا، لا تقلق. اهدأ، سوف أجمعها. أوه، إنها بنكهة الكريمة الحامضة والبصل القوية. وقع بعض منها في هذه الفتحة الصغيرة هناك. دافي، لهذا السبب طلبت منك عدم الأكل في السيارة. لا تقلق، يمكنني التقاطها. دعني أضع هذه هنا. لا أفهم الهدف من هذه الفتحة أصلا، تصميم سيارتي فظيع. هاتف النقال. إنه بخير. لا، لقد تعطل. قلت لك إنني لا أريد توسيخ السيارة. هذا ليس خطأي أنا، ليس هناك حامل أكواب. لا يوجد حامل كوب هنا. ولكن من قد يضع كوبه هناك؟ لا، عليك أن تضع كوبك هنا. لقد صمم هذه السيارة فاشل، عليك البحث قليلا قبل شراء أغراض كبيرة كالسيارة يا بوركي. ما هذا؟ ماذا؟ لما إشارة الوقود مضاءة؟ طلبت منك ملأها بالوقود. أنت لم تعطني إلا 40 دولارا، بالكاد اشتريت وجبة خفيفة وصحيفة وورقة لنصيب هذه. لا أدري لما ألعب. ربما علينا أن نعود أدراجنا. لا أعرف أين تقع محطة الوقود التالية. باركي، نحن لن نعود أدراجنا، ليس لدينا وقت. لا يشير هذا الضوء إلى شيء، تستطيع القيادة 500 كيلومتر مع هذا الضوء. هل أنت متأكد؟ أنا متأكد. كان عليك إعطائي أكثر من 40 دولار باركي. حسناً، هيا بنا. إلى أين نحن ذاهبان؟ سنعود مشياً إلى محطة الوقود لإحضار وقود. أليس على أحدنا الانتظار في